يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد لجزء بقى الاخير من حلقتنا النهارده، وعوده لكابتن ياسر صلاح مدرب كره اليد بالنادي الاهلي سابقا. والحقيقه عندنا لسه يعني ملفات كتير نتكلم معاه فيها، ولكن يعني هستاذن حضرتك برضو ارجع مؤقتا كده للماتش المهم المرتقب بين الاهلي والزمالك. النوع ده من المباريات اللي هي ليها حساسيه مفرطه وليها اهميه شديده ان هي اللي هتؤهل لكاس العالم للانديه في مراحل لاحقه. في النوع ده من المباريات ايه اللي بيحسم الامور اكتر؟ هل خبرات اللاعبين ولا دقتهم في تنفيذ توجيهات وتعليمات المدرب ولا سرعه رد الفعل تجاه المستجدات اثناء اللقاء نفسه؟ هي ولا ميكس من ده كله؟ الماكس ده كله هنقول ان ماتشات الاهلي والزمالك احنا بنتعامل معاها كاهلي نفسيا لازم كابتن طارق محروس، وده اعتقد ان هو شغال عليه، يقعد معاهم نفسيا اولا وبيهيئ الفرقه جميعا كلهم، دي حاجه. حاجه تانية ان ماتشات الاهلي والزمالك عايزه طبعا خبرات. احنا عندنا ميكس، يعني عندنا في الاهلي عندنا ميكس، عندنا لعيبه محترفه ليها خبره جامده ولعيبه شباب، وعندنا لعيبه لعبت كاس عالم واولمبياد فعندهم خبرات جنب الناشئين اللي طالعين اللي بيلعب بيهم كابتن طارق. ماتشات الاهلي والزمالك اللي اعصابه هاديه هو اللي هيمسك زمام المباراه. اللي اعصابه هاديه وده هيحتاج شغل طبعا من اللعيبه ومن الجهاز الفني، ان هو هيمشي سياسه المباراه شكلها ايه، تمشي ازاي. هو اكيد في اتفاقات هم هيعملوها مع بعض. انا اعتقد ان انا شايف من وجهه نظري ان شاء الله ربنا وفق النادي الاهلي، عنده فرصه كويسه من بعد الاعداد اللي عمله بتاع بطوله افريقيا، ده اعداد قوي ومدي دفعه للفرقه بعد رجوع كاس بطوله افريقيا كاس كؤوس. اعتقد ان دي روح موجوده. وطبعا مش عايز اقول لك ان كابتن محمود الخطيب او الجهاز او مجلس الاداره ان هم على طول في ظهرهم في المعسكر اللي هم موجودين فيه، بيتكلموا معاهم وبيقعدوا معاهم. وفرحه كابتن محمود الخطيب، انا هتكلم بقى عن كابتن محمود الخطيب تحديدا، يعني طبعا هو مجلس الاداره بس فرحته هو بيسلمهم بقى، يعني يعني مش بيسلمهم جوائز بس هو بيكرمهم، وشفنا قد ايه الضحكه او الابتسامه كانت من قلبه وبيبص لهم اتكلم معاهم. لا بجد ده كان ظاهر جدا من الشاشه لما عرضنا التقرير، يعني بصي هو دي حقيقة. احنا بقالنا سنين بعاد، الحمد لله ربنا كرمنا السنه دي فعلا فرحان بيهم، دي حقيقة. في ظل الظروف اللي احنا فيها كورونا والكلام اللي حصل الفتره اللي فاتت وتوقف الدوري معظم الاوقات، كل ده طبعا بيترجم ان انت معاك بطوله افريقيا، صحيح. يعني غايبه عن النادي بقالها فتره طويله ورجوعها ده حاجه طبعا يدينا دفعه في ماتش السوبر، خصوصا ان هي في البدايه في بدايه الموسم بالظبط. لا انا شايف ان ماتش السوبر هيبقى حاجه، ماتش مشرف، هيبقى ماتش جامد، لان دايما ماتش الاهلي والزمالك بالذات السنتين اللي فاتوا بيحصل ماتش فيصل، فالماتش ده لغايه اخر لحظه، لغايه اخر لحظه النتيجه بتبقى صحيح. هو كسبان والتاني كسبان، يبقى لازم يحصل ماتش فيصل. فبيحصل خلال الموسم اللي فات واللي قبله ان حصل كتير ماتشات فاصله. لا هيبقى ماتش قوي، وهنرجع تاني نقول ان اللي اعصابه هاديه وهيلعب ومرتب اوراقه كويسه ده ان شاء الله ربنا يكرمه.